السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد هو بيدي كورس محتاج سبورة أو وايت بورد يقدر يكتب عليها، ودي وايت بورد كويسة. الميزة اللي فيها عن بقية الباور بورد إن أنت هنا تقدر ترسم أنت وأكتر من شخص، تقدر تعمل أد بيبول وتكتب إيميل للشخص اللي أنت عايز تتكلم معاه أو تبعت له اللينك أو تشاره على فيسبوك أو تشاره على تويتر. ممكن تكتب هنا مثلا الإيميل وتبعت له، هو يبدأ يرسم معاك وتبدأ تشرحوا مع بعض. يعني مثلا في مثلا مطور مثلا هتبدأ تشار عليه وتصميم وحاجات زي كده، فتبدأ تشوف وتبدأ تشار مع بعض. طبعا كل واحد بقى ايه وقدراته على الرسم ده حاجة كده ايه كوكي. يعني تقدر تمسح مثلا حاجة اللي انت اشتغلت عليها بالشكل دوت. تقدر تعمل اكسبورت دي البورد ديت سواء بي دي اف او كصورة والجودة اللي انت عايزها. تقدر تتحكم في الالوان اللي انت تشتغل عليها وهكذا. فتبقى في ميزة ان اكثر من شخص شغال معاك على نفس اللوحة، وبتقدروا تشرحوا افكاركم مع بعض بشكل دوت.